أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض الناس عندما يسافر إلى الخارج، الزواج لمدة محدودة ثم يقوم بتطليقها وهكذا في كل سفرة من سفراته؟ هذا لا يجوز، هذا يسمونه زواج المسيار أو زواج المسفار، هذا ما هو زواج مقصود لمصالح الزواج، إنما هو مقصود للشهوة فقط ومؤقت في نيته. أما لو اشترط هذا أنه مؤقت في العقد فهذا زواج المتعة المحرمة المنسوخة بالإجماع. وأما إذا أضمر النية أنه مؤقت فكذلك لا يجوز، لأن المفروض في الزواج أن يكون للبقاء والدوام، ما صلحت له الزوجة يبقى عليه وينجب منها أولادا ويستمتع بها وتؤانسه. نعم.